شباب صافا بخير كلشي مزيان. كاين واحد العرض واعر في كرياتيف فابريكا اللي كيخدم في الديزاين في الاليستراسيون فيكتور لي فونت اكسيتيرا. كاين واحد العرض واعر في كرياتيف فابريكا كيدير 47 دولار في العام. شنو كتثابت؟ كتثابت عندك من لي فونت وعندك واحد ابليكاسيون ديال سبارت يعني الذكاء الاصطناعي وعندك 8 مليون ديال الجرافيك مجانيه يعني كتستافد منها من هذا العرض هذا زائد واحد الاستوديو ديالهم كيفاش تكري او كيفاش انك تكومبينيزي وتكري واحد ديزاين يعني بحال قلتي لوجيسيال عندهم اونلاين سميتو استوديو. هادو كامل كتستافد منه طيله العام بدون توقف ما لا نهايه من التحميلات في الجرافيك في الفونت اكسيتيرا. طريقة الاشتغال او طريقة التسجيل في هذا العرض هذا راه تقريبا سهلة يعني كاين هاد البوطون هادي هاي مكتوبة فيها 47 دولار كنكليكي عليها فوالا هنا هو ديجا اونغيستخي واحد الكود هنا شفتوه يعني هو الاصل ديال هاد العرض هذا راه ديال 3048 دولار الوغ هما خلاوها 47 دولار العام فوالا كنكليكيو على هذا كيطلب منا التسجيل السيدي غادي ندخل مثلا سواء على فيسبوك سواء على الجيميل انا غادي نسجل بالكونت ديالي عبر الجيميل كتدخل الايميل وكتدخل المود باس كمزا كيجيك واحد نوتيفيكاسيون في البورتابل باش يعرفوا بان هذا الكونت هذا راه ديالك انت مفهوم صافي كدير وي كيطلع لك هنا اوكي كي ديتكتي الكونت ديالي وبصراحة يعني الناس اللي كيخدموا في عبر النت في الديجيتال برودكتس هذا السيت هذا ديالكم كتجينا عندك جوج خيارات عندك باي بال ولا عندك كريدي كارت انا غندخل بالكريدي كارت ديجا عندي هاد لاكارت مسجلة غادي نكليكي عليها وغادي ندير ساين اب ساين اب. بصراحة الناس اللي باغا تخدم بجدية وباغا تخدم يعني على راسها هاد السيت هذا كنعاود نذكرها واعر 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 عشان 8 مليون ديال الجرافيك اللي كاينة راه تاخذ منها 10000 في حياتك راه تدخل من الناس تبارك الله الخير والخمير خلاوه فوالا نستناو حتى يديتكتي لينا لاكارت بونكير وصراحه انا بصراحه استفدت منه بزاف وديجا كندخل منه يعني اش كندير كنتيليشارجي يعني منه يعني سواء في اي دومين فيه مثلا في كولورين بوك ولا في لي ماربر ديجيتال ولا في الستريسون اكسيتيرا. انا ديجا دابا سجلتها هو قال لك سيدي غادي يسالي في يعني 2 يناير 2025 عام تقريبا هاي 47 دولار ديجا تسجلت في هذا العرض هذا فوالا. الناس اللي بغات تخدم ضروري تستثمر في هذا الشيء هذا لانه هو تقريبا هو المصدر الوحيد اللي او مصدر يعني من مصادر الدخل ديالك يعني نقول حنايا هذيك 50 دولار غادي تحاول انك توجدها وانك تستثمر فيها وبطبيعه الحال انها غتدخل اكثر من هاد 500 درهم او 50 دولار يعني في العام الا كنتي غتخدم فعلا في الديجيتال برودكت فوالا. انا دابا ديجا تسجلت وهذا او البلاتفورم ديال الكونت عندي في الكرياتيف فابريكا سبسكرايبر هو هذا اللي سجلت ديجا انا سجلت شحال هذه كل شهر كنت كنسجل وكنخلص 9 دولار وكاين 19 دولار
الو ملي جا العرض هذا الحمد لله راه واحد فرصه ثمينه، يعني ما خصكمش انكم تدوزوا، راه بقى حتى شي ايامات وغادي يحبسوا هذا العرض هذا، ضروري خصكم تسجلوا. ونرجعوا نرجعوا ل هانتوما كتشوفوا السيت تبارك الله راه غني، كل ما تحمل كلمته من معنى. هانتوما عندكم بي ان جي، عندكم جرافيكس هما لي ريبريك اللي كاينين، هانتوما عندكم سيدي 3D، عندكم سيدي كرافت كولورين بوك، موكابس، باكغراوند، كادي بي اللي الناس كيخدموا على الكادي بي ها هو اللي انتيريو اللي عندهم هنايا اكسيتر. مهم كاين تبارك الله ما شاء الله من الديزاين ومن الباكغراوند ومن لي فونت من الكولين بوك اكسيتر. وكاين هنايا الناس اللي خدامين في الطباعه عند الطلب، كاين هذا الميني هذا رخاص بالطباعه، يعني تدخلوا تشوفوا هذاك الشيء اللي كتبغي واللي كتحتاجو. وكاين تبارك الله مجموعه المجالات اللي تقدر تدخل منهم واحد المصروف يعني لا باس به، اللي محتاج هذاك الشيء يتواصل معايا سواء عبر اليوتيوب سواء نخلي لكم اللين ديالي في الوصف. السلام عليكم.